اللي انا هقوله دوت. مبدئيا تعريف الخط الدفاع الاول هو ناتشورال بارير. يعني ايه ناتشورال بارير؟ يعني عوائق طبيعيه. واحد قال لي طبيعيه يعني ايه؟ يعني مثلا الجلد، الجلد ده حاجه طبيعيه في جسمك، يعني احنا مش بننتج الجلد مثلا عشان نموت الميكروبات، لا هو طبيعي الجلد كده كده موجود صح. سلايفا الريق بتاعك هو كده كده موجود صح. الدموع تيرز هي كده كده موجوده، دي حاجات طبيعيه في جسم حضرتك، دي عوائق او حواجز ناتشورال، حاجات طبيعيه. بتعمل ايه الحاجات الطبيعيه ديت؟ بتخلي الميكروب اللي بره ما يخشش جوه. انا مش عايز الميكروب يخش جوه دمي. ليه مش عايز يخش جوه دمي؟ عشان الميكروب لو دخل جوه دمي هينتشر، ولو دخل في دمي وانتشر هيروح لجسمي كله، ولو راح لجسمي كله انا هتعب فهموت. فانا ادخل الميكروب وبعدين اجري وراه، ولا ما ادخلوش خالص؟ الاحسن ان انا ما ادخلوش خالص. فبنتكلم على خط الدفاع الاول ان هو اكسترنال. ليه اكسترنال؟ لاني هحارب ميكروب داخل الدم ولا خارج الدم؟ خارج الدم. ونون سبيسيفيك، يعني ايه نون سبيسيفيك؟ هو انا بختار ميكروب معين اموته واسيب التاني، ولا بموت اي حاجه؟ بموت اي حاجه. يبقى ما اخترتش واحد، ما كنتش سبيسيفيك لواحد. يبقى خط الدفاع الاول اكسترنال اند نون سبيسيفيك. تمام. ايه بقى خط الدفاع الاول ده بيحكي في ايه؟ اولا ايه الحاجه اللي تخلي الميكروب ما يخش جوه جسمي او جوه دمي؟ الجلد. اشمعنى؟ ما هو حضرتك الجلد ده مش مغطي ايدك، الجلد ده في جسمك كله صح ولا غلط؟ يبقى الجلد هو اول حاجه من خط الدفاع الاول، اول حاجه تخلي الميكروبات ما تخشش جوه. السؤال بقى هو الجلد بتاع حضرتك دوت، الجلد بتاع حضرتك دوت تحب ان هو يكون رفيع ولا تخين؟ ضعيف ولا ناشف؟ احبه يكون تخين، احبه يكون طف. طف ليه احبه يكون طف؟ اصل كل ما يكون تخين كل ما يكون الميكروب اللي بره عارف يعدي منه ولا مش عارف؟ مش عارف. يبقى اعمل باب حديد ولا باب ازاز؟ اعمل باب حديد. ليه؟ اصل الباب الحديد الميكروب مش عارف يخش منه. يبقى جلد حضرتك نمره واحد is characterized by، يتميز بيه tough horny layer. يعني ايه tough horny layer؟ طبقه دهنيه، طبقه دهنيه. الطبقه الدهنيه ديت طف، تخينه، ناشفه، قويه. قويه ليه؟ عشان محدش يعدي منها. difficult to be penetrated، صعب حد يعدي منها. ميكروب هيفضل واقف بره بس مش هيخش جوه دمي. السؤال هو الميكروب كده هوت ما دخلش جوه جسمي بس هو مات ولا لسه على ايدي؟ لسه على ايدي. طب اسيبه على ايدي؟ لا. ليه لا؟ ما هو مش هيعمل لي حاجه. لا هيعمل لك. عارف امتى يعمل لك؟ لما تيجي تاكل بايدك في بقك، فالميكروب اللي على ايدك هيخش في بقك. يبقى انا محتاج الميكروبات اللي على ايدي مش تفضل على ايدي وما تخشش، لا دي كمان تموت من على سطح ايدي اصلا. فبيقول له حضرتك الاسكان في حاجه اسمها سويت جلاند، خدناها السنه اللي فاتت. سويت جلاند بتطلع سويت، بتطلع عرق. والعرق ده، والعرق ده بيعمل ايه؟ العرق ده بيحرق الميكروبات. العرق ده بيعتبر اسدك شويه. عارفين اسد زي ايه؟ عارفين ميه النار؟ ميه النار اسمها الحقيقي هاي كونسنتريتد سلفوريك اسيد. سلفوريك اسيد مركز قوي، ده ميه النار. لما تجيب ميه نار ترشها على واحد وشه هيتحرق. ليه؟ اصل هو اسيد، والاسيد بياكل في الخلايا، بيحرق الخلايا. واحد قال لي يعني هو الاسود ده ميه نار؟ لا، الاسود ده اسيد برضه بيحرق، بس اسيد بدرجه اقل بكتير جدا من ميه النار. يعني هو الاسود ده اسدك والاسد بيحرق، فالاسود ده العرق ده طالع على سطح الجلد. ليه؟ عشان يحرق الميكروبات اللي على السطح. يبقى ايه وظيفه الاسود؟ هو قواه جواه اسدك، فيقدر يعمل ايه؟ فيقدر يعمل كل الميكروبات اللي على السكين سيرفيس. يبقى السكين كده تخين، طف هورني لير، عشان الميكروبات ما تخشش. وكمان مش ما تخشش بس، دي ما تخشش وتموت بره. تموت بره بايه؟ تموت بره بالاسوات اللي طالع من الاسوات جلاند، بيكوز اوف اتس سالينيتي او اسيديتي، نتيجه ان هو حامض، اسدك بيحرق فيحرق الميكروبات. ايه اللي يثبت لك ان هو اسدك؟ عارف حضرتك لما تعرق كتير، وبعد ما تعرق كتير ما تغسلش ايدك، ما تستحماش، عارف يحصل لك ايه؟ تقعد تهرش زي الجربانين، تقول لي جلدي بياكلني. على فكره هو مش جلدك اللي بياكلك، هو العرق اللي انت سبته على جلدك هو اللي بياكل في جلدك. ليه؟ اصل هو اسد،
كل الميكروبات وبعدين بدأ ياكل في جلد حضرتك. ده كده الاسكان باختصار، تخين عشان ما يدخلش ميكروبات، في سوات عشان تحرق الميكروبات اللي على السطح. واحد قال لي طب ما الميكروبات ممكن ما تخش من الجلد، ممكن تخش من وشي. وش حضرتك فيه كام فتحة؟ في بق، وممكن يخش من المناخير، وممكن من العينين، وممكن من الودان. واحد قال لي الميكروبات تخش من بق ازاي؟ تخش من بق حضرتك وانت بتاكل، ايديا مش نظيفة او ايديا نظيفة. بس جبت علبة كشري، جبت علبة كشري من الشارع، اكل مش نظيف، اكلته، فالميكروبات اللي فيه دخلت جوه بقي. السؤال، هو الميكروب دوت هيدخل من بقي لمعدتي لدمي فينتشر فانا كده اكلت علبة الكشري وهموت؟ قال لك لا. لا ليه؟ علشان في بق حضرتك في تفافة. التفافة دي اللي هي ايه؟ اللي هي سلايفا. السلايفا دي فيها انزيمز بتكسر الاكل وبتكسر كمان الميكروبز. يبقى السلايفا contain enzymes contain substance that kill الميكروبز. عشان كده يقول لحضرتك يستحسن، يستحسن وانت بتاكل تمضغ بالراحة، تاكل واحدة واحدة. ليه اكل واحدة واحدة؟ علشان السلايفا تلحق تعمل ميكس مع الاكل، السلايفا تطلع تقابل الاكل. واحد قال لي طب ما ان شاء الله عنها ما قابلته. يعني يا فندم السلايفا طالعه مش عشان تكسر لك الاكل بس، عشان تكسر لك الاكل وتموت لك الميكروبات اللي فيه. طب لو انا واحد مفجوع، لو انا واحد مفجوع و باكل كتير جدا، فالاكل ما بيلحقش يحصل له ميكس مع السلايفا، يعني التفافه بتاعتي ما بتمسكش في الاكل، الانزيمز اللي في بقي ما بتمسكش في الميكروبات. فكده الميكروبات هتخش. قال لي هتخش فين؟ الميكروبات لو هربت من بقي تدخل فين؟ تدخل في معدتي. واحد بياكل كتير بسرعة، ميكروبات تدخل في معدته. واحد قال لي طب الميكروبات لو دخلت في معدتي كده انا خلاص هموت؟ قال لك لا. ليه؟ اصل في الاستمك في حاجة اسمها اسيدك جاستريك جوس. يعني ايه اسيدك جاستريك جوس؟ عصير، العصير دوت خدناه السنة اللي فاتت كان فيه HCl. الاسيد الجاستريك جوز كونتين اتش سي ال، هيدروكلوريك اسيد. خلايا، الخلايا اللي مبطنه الاستمك، الابيثيليال لايننج اوف ذا ستمك، الخلايا اللي جوه الاستمك بتطلع جاستريك جوز جوه اتش سي ال. سؤال، هو الاتش سي ال ده ايه؟ هيدروكلوريك اسيد، وكلمه اسيد يعني بيحرق، وما دام بيحرق هيحرق الميكروب. يبقى الميكروب اللي هرب من السلايفا في بقي هينزل تحت يموت بالايه؟ بالهيدروكلوريك اسيد. خلاص؟ خلاص. طيب ممكن ميكروب يخش منين تاني غير فتحة الأكل، غير بق حضرتك؟ ممكن يخش بدل من بقي، ممكن يخش من وداني. عارف حضرتك لو دخل الميكروب من ودانك يلاقي إيه؟ يلاقي حاجة غريبة كده. يلاقي إيه؟ في ودان حضرتك، في ودان حضرتك هنا هوت في شمع، في واكس. الواكس ده اسمه سيرمن. الواكس ده لو حضرتك بقالك كتير قوي ما بتغسلش ودانك هتلاقي في ودانك في حاجة لونها أصفر ملزقة شمعة كده. السؤال، هو الشمع ده مين اللي عمله؟ ربنا اللي عمله. عمله ليه؟ اكيد ليه لازمه. لازمته ايه؟ ان هو ملزق. ملزق ليه؟ عشان الميكروبات اللي داخله في وداني يلزق هو فيها. يبقى السورمن ده عمل ايه؟ مسك الميكروبات اللي داخله في الودان، فالميكروبات مش هتعرف تخش جوه جسمي، ومش هتعرف تطلع وتهرب بره جسمي. هي اتحبست في وداني، ووداني ما فيهاش اكل، فهي كده اتكتفت، ولا عارفة تخش جوه جسمي تاكل، ولا عارفة تطلع بره ودني تاكل في حتة تانية. فمع الوقت هيحصل لها ايه؟ هتموت. يبقى السورمنت عمل ايه؟ كيل الميكروب ذات انتر ذا اير، موت الميكروبات اللي دخلت الودان. خلاص كده، كده اتكلمنا على السكين، سلايفا، سورمن، اسيد الجاستريك جوز. فاضل لنا اتنين، ام وتي. لو تشوف المسلسلات يقول لحضرتك ايه؟ يقول له حضرتك الدموع، الدموع بتغسل العين، الدموع بتغسل الوش. الراجل اللي بيعيط الدموع ديت حاجة كويسة. واحد قال لي ليه؟ اصل الدموع ديت مش عشان المشاعر، الدموع ديت علشان المناعة. ليه؟ اصل التيرز، الدموع جواها انزيمز، الانزيمز دي برضو بتموت الميكروبات اللي داخله الاي. يبقى كده التيرز زي الصلايبه، ميه فيها انزيمز، الميه ديت بتكل الميكروبات اللي داخله فين؟ اللي داخله
الاي. كده انا شرحت 5 حاجات، كلمة صمت اس سي اي ام تي صح. تعالى كده نبص مع بعض فيها تاني علشان لو حد ناسي اهمك. اس اس سكين وسلايفا، سي سيرمن، سيرمن ده اللي هو كان في الودان، اي اسيدك جاستريك جوس اللي هو كان في الاستمك الاتش سي ال، ام ميوكس لسه هشرحها، تي تيرز دموع. فاهم حضرتك؟ واحد قال لي طب هو الحته اللي انت بتشرحها دي اللي هم الستة دول يسالني فيهم ازاي في الامتحان؟ سؤال واضح واحد واضح وصريح، لوكيشن اند فانكشن. لوكيشن اند فانكشن اي حاجه من دول، او جيف ريزون ذا بريزنس اوف اي حاجه من دول. ذا بريزنس اوف سلايفا في البق عشان تموت الميكروبات، ذا بريزنس اوف ثيرمين في الاير عشان تموت الميكروبات، ذا بريزنس اوف تيرز في الاي عشان تموت الميكروبات، ذا بريزنس اوف تاف هورني لير طبقه دهنيه تخينه عشان تمنع دخول الميكروبات، ديفيكلت تو بي بينتريتد. كومبير ما بين حاجه والثانيه، اوكي. وات هابن ابسنس اوف حاجه من دول، اعكس الفانكشن بتاعتها. ما فيش اي حاجه هنا اهوت فيها تفكير كبير. خلاص فاضل اخر حاجه الميوكس. الميوكس ده بقى يا جماعه بيفكرنا بايه؟ الميوكس ده يا جماعه الميكروبات اللي هتخش من مناخيرك. انا قلت لك الميكروبات على ايدك ما تخشش، الجلد تخين. على بقك في سلايفه، هربت من السلايفه هتنزل تحت تلاقي اتش سي ال. ما دخلتش من بقي خالص، دخلت من عيني هتعيط يطلع تيرز، دخلت من ودني يطلع شمع، دخلت من مناخيري شميت دخان، شربت سجاره، جه شويه تراب دخلوا في مناخيرك. الميكروبات، الميكروبات اللي داخله من مناخيرك داخله جوه هنا اهوت، داخله في اللنج. الطريق ده بنسميه ريسبيراتوري تراكت. يعني ايه ريسبيراتوري تراكت؟ طريق التنفس، الطريق اللي داخل فيه الهواء. المفروض الهواء ده يكون اكسجين، حاجه مفيده. قال لك بس انا شميت دخان، فداخل مع الاكسجين حاجات مضره، حاجات ميكروبس، حاجات هارمفول سبستنس. مين يمسك الحاجات ديت ويخلصني منها؟ في الفراغ ده هوت، وحاجه انا مش راسمها، في ماده ملزقه اسمها ميوكس. الميوكس ده فيسكس فلويد، ماده لزجه. واحد يقول لي هي لزجه ليه؟ زي الودان، مش الودان كان فيها شمع ملزق؟ الميوكس ده فيسكس فلويد. فيسكس ليه؟ ملزق. ملزق ليه؟ عشان يلزق في الميكروبات اللي داخله هنا اهوت، ادهير او تراب، يجذب ويمسك ويلزق في الميكروبات. واحد قال لي طب هو يلزق فيها ليه؟ يلزق فيها علشان ما تخشش جوه جسمي وتنتشر. واحد قال لي طب ما كده الميكروبات انا ماسكها، بس ماسكها جوه جسمي ما طلعتهاش، يعني ده انا ماسكها جوه التراكيه او جوه البرونكيولز اللي هي الحاجات اللي جوه اللنج. قال لك ما انت مين قال لك ان احنا هنسيبها؟ في شويه ريش اهيت، الريش الحمراء ديت. الريش الحمراء دي تتحرك ازاي يا جماعه؟ الريش الحمراء ديت بتتحرك كده اهو، اتحرك لفوق. الريش دي اسمها ايه؟ اسمها سيليا، خدناها في شابتر 3 في الفيميل. كان في الفالوبيان تيوب كان في سيليا تزحلق الاوفم صح؟ السيليا هنا هتزحلق برضه، هتزحلق، هتزحلق مين؟ هتزحلق الميوكس بالميكروب. يعني الميوكس يقفش في الميكروب، يبقوا واقفين كده اهوت، وبعد ما يفضلوا واقفين كده اهوت يحصل ايه؟ تيجي السيليا من تحت تروح هوب زقهم لفوق. يبقى الميكروبات اللي داخله من مناخيري ايه اللي هيحصل؟ الميوكس هيمسكها، وبعد ما يمسكها الاثنين الميوكس والميكروب اكسبالد اوتسايد ذا بودي هيخرجوا بره الجسم باي ذا هيلب اوف سيليا. خلاص كده خلصنا الحته ديت. ال6 حاجات خلاص كده خلصناهم. نقول اخر حاجه خلاص في الحصه، خط الدفاع رقم 2. خط الدفاع رقم 2 يا جماعه بيتكلم في ايه؟ بيتكلم في حاجه بسيطه جدا. ايه هي؟ ان افرض نشوف كده لو في اسئله ونرجع نكمل بسرعه. طيب طيب نكمل بسرعة جدا علشان نخلص. خط الدفاع رقم 2 آخر حاجة عندنا النهاردة، خط الدفاع رقم 2. بيقول لحضرتك، بيقول لحضرتك شرحنا خط الدفاع الأول كانت وظيفته إيه؟ كانت وظيفته إن هو جلد تخين بيمنع الميكروبات إنها تخش جوه دم. طيب افرض بقى الجلد ده اتعور، افرض سكينة ايدك اتعورت، فكده جلدي اتفتح، ولما جلدي يتفتح الميكروب يخش جوه جلدي، ولما يخش جوه جلدي هيلاقي دم تحت يدخل في الدم. انا بقى اسيب الميكروب يخش في الدم ويجري ينتشر في جسمي كله، ولا امسكه اول ما يدخل الدم؟
قال لك المفروض امسكه قبل امسكه اول ما يدخل في الدم. امسكه ليه؟ علشان ما ينتشرش. طب ثانية واحدة، ممكن توضح لي؟ اوضح لك. اللي انا بشرحه دلوقتي ده اسمه خط الدفاع التاني، سكند لاين اوف ديفنس. واحد قال لي امتى السكند يشتغل؟ منطقية جدا، لما الفيرست يفشل، لما خط الدفاع الاول ما يقدرش يمنع الميكروبات، لما السكين ما يقدرش يمنع دخول الميكروبات، لما السكين يحصل له انجري اصابة، لما يحصل تيشو انجري يحصل اصابة في حتة من جسم حضرتك، الجسم الحتة دي تتفتح فالميكروب يخش منها، كده خط الدفاع الاول فشل. ليه؟ ميكروب دخل جوه. وبعدين قال لك خط الدفاع الاول لما يفشل نشتغل بخط الدفاع الثاني. وده سؤال يجي لك وات هابن، يقول لك وات هابن اف ذا فيرست لاين اوف ديفنس فيل، فشل. تقول له ايه؟ تقول له ذا سكند لاين اوف ديفنس ويل بي اكتيفيتد. بس كده؟ اه بص كده، لما الاولاني يفشل اشتغل بالثاني. طب الثاني ده اللي هو ايه؟ الثاني دوت اللي هو عنوانه اسمه انفلاماتوري ريسبونس، التهاب. ايوه مش عايز ايه يعني؟ بص يا سيدي، مبدئيا الاسود ده جلد حصل له انجري، حصل له اصابه، اتعور، والجلد اللي حصل له اصابه دوت الميكروب اللي بره اللي كان على جلدي دخل جوه. دخل فين؟ دخل جوه الدم. كده حضرتك هتحارب ميكروب من بره ولا من جوه؟ هحاربه هو جوه. يبقى اكسترنال ولا انترنال؟ يبقى انترنال. طب سؤال، هو انا هحارب انهي ميكروب فيهم؟ واحد معين ولا هموتهم كلهم؟ قال لي هموتهم كلهم. يبقى سبيسيفيك ولا نون سبيسيفيك؟ نقيت واحد ولا ما نقيتش؟ ما نقيتش، موتهم كلهم. يبقى تعريف الانفلاماتوري ريسبونس لو خط الدفاع التاني هو نون سبيسيفيك. ليه نون سبيسيفيك؟ لاني مش هختار مايكروب واسيب التاني، لا ده انا هاكل كله. نون سبيسيفيك ديفنس ميكانيزم، طريقه دفاعيه مش متخصصه. بتحصل فين؟ في الحته اللي فيها تعويره، في الاريا اوف انجري. بتحصل ليه؟ عشان الجلد اتقطع. طب هنعمل ايه بقى؟ مش فاهم، انت قلت لي في ميكروب هيخش صح، واحنا عايزين نموته قبل ما يجري بقى صح؟ صح. ايه اللي بيحصل؟ بتيجي عربيه بي ام، عربيه بي ام. العربيه البي ام دي اسمها ايه؟ البي بيزوفيل، والام خليه جديده اسمها ماست سيل. اسمها ايه؟ ماست سيل. كده في خليتين جم، بي ام، بي بيزوفيل، ام ماست سيل. بيعملوا ايه بقى الاتنين دول؟ بص يا سيدي، شايف الطريق الاحمر ده؟ الطريق الاحمر دوت اللي هو البلاد فيزل. البلاد فيزل دوت المفروض ان هو ضيق. حضرتك عايز تعمل ايه؟ حضرتي عايز بدل ما اخليه ضيق كده دوت اوسعه، بدل ما هو صغير اكبر. السؤال هو ليه اوسع الطريق ده؟ قال لك اصل الطريق ده طريق الدم، والدم يعني وايت بلاد سيلز. انا عايز يجي هنا اهوت في الحته دي، الحته اللي فيها ميكروبات، عايز يجي وايت بلاد سيل قليله ولا كتيره؟ عايز يجي وايت بلاد سيل كتيره. ليه؟ عشان يلحقوا يبلعوا الميكروبات دي قبل ما تنتشر. يبقى اعمل ايه؟ اخلي الطريق اللي هتيجي فيه العربيات بتاعت البوليس، البلاد فيزل اللي هتيجي فيه البلاد سيلز الوايت بلاد سيلز، اخليه طريق ضيق ولا اوسعه؟ اوسعه عشان تيجي عربيات كتيره، يجي بوليس كتير، يجي وايت بلاد سيلز كتيره. يبقى البي ام، عربيه بي ام، البي ام ديت بي بيزوفيل وام ماست سيل، هتطلع ماده اسمها هستامين. طلع ماده اسمها ايه؟ هستامين. الحته دي هتيجي السنه دي وبتيجي كل سنه، الهستامين او الماست سيل. يقول لحضرتك الماست سيل عملت ايه؟ سيكريت هستامين، لارج كوانتيتي اوف هستامين، ماده هيستامين بكميه كبيره. هيستامين ده بقى يا جماعه بيعمل ايه؟ الهيستامين ده بصوا يا جماعه بيبقى طالع حبه فوق وحبه تحت، حبه فوق وحبه تحت. ليه؟ البلاد فيزل عامل كده صح؟ الهيستامين يطلع فوق يزقه من فوق، يطلع تحت ينزل تحت يزقه من تحت. يعني البلاد فيزل بدل ما هو صغير كده يوسع. ليه؟ الهيستامين طلعوا حبه فوق وحبه تحت، زق البلاد فيزل من فوق وزقه من تحت فوسعه. وسعه عمل له ايه؟ وسعه دي حصل له دايليت ذا بلاد فيزل تو اتس ماكسيمم ليميت، وسع الوعاء الدموي لاقصى حاجه ممكن توسعها، يعني وسعه من فوق ووسعه من تحت. سؤال بقى، هو وسعه ليه؟ نسيت، وسعه علشان تيجي وايت بلاد سيلز. ليه تيجي؟ اصل هنا في ميكروب عايزين نموته، يبقى ليه الماست سيل طلعت هيستامين عشان يوسع البلاد فيزل؟ وليه وسعنا الوعاء الدموي؟ علشان يستقبل دم كتير. increase the permeability of blood vessel to blood، زياده
استقبال الاوعيه الدمويه لدم، الاوعيه الدمويه هتستقبل دم زياده، الارتري والفين والكلام ده يستقبلوا دم كتير، والدم الكتير ده بقى جواه اكيد وايت بلاد سيلز. الوايت بلاد سيلز ديت ليها اسماء كتيره، خدنا نيوتروفيل، خدنا ايزينوفيل، خدنا بيزوفيل، خدنا مونوسايت، في ماده جديده هنعرفها دلوقتي اسمها ناتشورال كيلر، هنعرفها المره الجايه بالتفصيل، بس دي من الوايت بلاد سيلز اللي جت برضه. السؤال هو المواد دي كلها، الخلايا دي كلها جت ليه؟ جت عشان تبلع الميكروبات دي، تعمل انجلف للبكتيريا، انجلف للميكروب، تبلع الميكروب، صح؟ يبقى البي ام عملت ايه؟ وسع 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 الطريق، تيجي وايت بلاد سيلز كتيره تاكل الميكروبات قبل ما ينتشروا. تمام؟ حد هيقول لي طب هو ايه الناتشورال كيلر دي؟ الناتشورال كيلر دي يا جماعه هناخدها المره الجايه من اسمها كده، كيلر يعني بيتموت، صح؟ ناتشورال كيلر دي وظيفتها الحقيقيه ان هي بتموت الخلايا اللي فيها ميكروب. يعني ايه؟ يعني ده ميكروب موجود في الدم، صح؟ الميكروب دوت ممكن يدخل جوه سل، يدخل جوه ايه؟ جوه سل. يعني ادي سل دخل جواها ميكروب. فالناتشورال كيلر بتعمل ايه؟ بتطلع انزيم تكسر السل، فتخلي الميكروب يحصل له ايه؟ يطلع بره. يطلع بره يلاقي مين تاكله؟ وايت بلاد سيل. يبقى الناتشورال كيلر بتعمل ايه؟ بتكلل الخليه اللي جواها يعني لو الميكروب استخبى جوه سل، الناتشورال كيلر تكسر السل، هتخلي الميكروب بيطلع تاني بره السل، ولما يطلع بره السل يرجع للدم، فالوايت بلاد سيل تاكله. خلاص كده اهوت. لحد هنا كده في اي مشكله في اللي انا قلته دوت؟ لو حد عنده اي اسئله يقولها، انا كده خلصت. يا هاجر، السؤال اللي انت كاتباه ده غلط، السؤال ده ملغي، ماشي؟ السؤال دوت ملغي، السؤال ده مكتوب غلط. خلاص؟ لما بيسألني على الانفلاماتوري جينيريك سبستنس، فهو بيطلع من الهستامين، من الماست سيل والبيزوفيل فقط بس. خلاص؟ بس السؤال ده مكتوب غلط في الشيت. لو حد عنده أسئلة تاني عشان نقفل. طيب هقول لكم الأسئلة اللي بتيجي في الحتة دي سريعا جدا. ممكن يسأل حضرتك بالنسبة للأول 6 حاجات اللي هم البون مار والباير باتشز والتونسل والكلام ده، يسأل حضرتك على اللوكيشن فانكشن بتاعت كل واحدة 100% 100% هيجي لك منهم 2 على الأقل. يعني أدي درجتين هم مضمونين في آخر السنة من أول 6، البون مار والباير باتشز والتونسل والحاجات دي، خلاص ممكن يجي لك من درجتين ل3 درجات. في درجة أساسية على السايمس جلاند بتاعت سامو زين نعمل عليها نجمة، وفي درجتين تانيين هيجوا بقى، ممكن تبقى ليمف نود، ممكن تبقى سبلين، ممكن تبقى فاير باتشز، يعني معاك على الاقل في 3 درجات في الحته دي. بالنسبه لخط الدفاع الاول اللي هو السكين والحاجات ديت، برضو هيجي لك عليها على الاقل درجه، السلايفا والسورمن والاسيد الجاستريك جوس والحاجات دي عليها درجه، خط الدفاع التاني دوت برضو عليه درجه، لازم هيجي، لازم يقل. هيسالك وات از ذا فانكشن اوف ماست سيل، او وات از ذا فانكشن اوف هيستامين، هو هي نفس الفانكشن، او يسالك الماده اللي بتطلع في الالتهاب في الانفلاميشن تقول له هيستامين، او يسالك مثلا ساينتفك تيرم نون سبيسيفيك ديفنس ميكانيزم، طريقه دفاعيه بتموت الميكروبات اللي دخلت نتيجه الاصابه، تقول له مثلا سكند لاين اوف ديفنس او انفلاماتوري ريسبونس. خلاص؟ او يقول له حضرتك وات ويل هابن لو خط الدفاع الاول فشل ان هو يتخلص من الميكروبات، تقول له خط الدفاع الثاني هيشتغل، سكند لاين اوف ديفنس ويل بي اكتيفيتد. بس دي كده كل الأسئلة المتاحة في الحتة ديت، يعني معاك على الأقل 6 درجات في الحتة دي كده اهوت. خلاص، مذاكر الحتة دي كويس، وفي الأغلب بكرة مش هنطلع نحل حاجة، الأسئلة كلها في الحتة دي مباشرة. خلاص برضو يا جماعة محدش ينسى رسمة الإيه؟ رسمة الليمف نود وأشكال الوايت بلاد سيل. أشكال الوايت بلاد سيلز ممكن يسأل حضرتك مثلا في أي شكل من دول يجيبهولك في اللي تشوز، يقول لك هو إيه دي؟ طبعا ما جاتش قبل كده بس بتيجي في الأزهر يعني. خلاص؟ بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.